تربية له، سلوكياته شائنة سبحان الله. نعم. لكن احنا في الظروف الطبيعية المرأة عندنا مكرمة صغيرة وكبيرة. نعم. نعم. يعني نتصور نقف عند هذا الحد، يبقى وقت قليل للمشاهدين في أسئلة واستفسارات. نتوكل على الله. نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله من الغد علامات الساعة الصغرى إن شاء الله. الأخ عمر من دبي يتحدث عن موضوع المهدي المنتظر، هو حقيقي أم لا؟ نعتقد أن سنأتي عليه إن شاء الله. احنا كده بنستبق الأحداث. نعم. في يعني نريد أن نسأل في موضوع الحلقة. سنأتي عليه إن شاء الله أخ عمر، تابعنا في البرنامج إن شاء الله في برنامجنا هذا البعد الحق. جار بريطاني يجامله في مناسبات، ولا بد يجامله، ولا بد أن يجامله، لكن يعني وإدخال يعني هو الرجل يقوم بخير. فأنا ممكن يعني أهنئه أو يعني أظهر له الخير كما يظهر لي الخير، ولكن لا داعي في يوم عيده. ممكن يعني إيه يعني ولو ثاني يوم بعض مش في نفس المناسبة، ولكن لابد أن أظهر له الود. يعني هو يظهر لي الود في رمضان وغير رمضان وغير، فبالتالي هو ينتظر مني هذا يعني. لكن في هناك أعياد بالنسبة لهم يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فدي كأن يعني كأنني غائب غير موجود. وإذا غضب؟ لا، لن يغضب طالما هو حسن الجوار مع جاري بهذا المنطق وبهذا الأسلوب الطيب، إن شاء الله لن يغضب. نعم إن شاء الله. أخ عماد من الشارقة يعني تتمنى عدم التواصل مع الجمهور بمكالمات في هذا البرنامج تحديدا. والله أنا أشاركك الرأي وأشاطرك فيه أيضا، ما رأيك فضيلة الشيخ؟ أنا أرى لأن الموضوع أولا سوف تارد كل الأسئلة، أو كل واحد يريد أن يستبق الأحداث أو يسأل عن أشياء. إن شاء الله إحنا نغطي الموضوع أولا إن شاء الله، ونأتي في آخر حلقة نفتح للجمهور من بدايتها أسئلة فيما لم نقل أو فيما لم نوضح. جميل. ودعنا نتحاور في الموضوع لتوضيح، لان الموضوع ليس فيه اجتهاد وليس فيه، لكن هذه نصوص. جميل. نعم هذا على هذا الراي على بركه الله. نعم. على هذا على بركه الله. يقول هل البعد عن الاهل في سبيل الحفاظ على دينه وتربيه اولاده في سياقيات الدين الاسلامي حرام؟ لا والله، الفرار بدين ان 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 يفر الانسان بدينه هذا ليس هذا من علامات الساعه. لا 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 لا، لا دخل له بعلامات الساعه. الأخت أم علي من البحرين تقرأ بعض الكتب التي تتناول علامات الساعة وأشراطها. شوف، يجب هل هي من التنجيم؟ لا لا، التنجيم، التنجيم هذا ملغي تماما، هذا علم مذموم لا يجب أن نقترب منه. علم التنجيم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. أما علامات الساعة الموثقة من صحاح أو من صحيح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلا وسهلا، أما من اجتهادات بعض المجتهدين فلا يؤخذ بها. نعم. أصل الحديث عن علامات الساعة الصغرى. نعم. قلنا الخسف والمسخ والقذف وظهور القينات والمعازف. نعم. وشرب الخمور. نعم. والاتباع الأعمى للآخر. نعم. وماذا أيضا؟ وماذا؟ أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة كما ورد في نص الحديث. نعم. يعني أنا أعرفك أسلم عليك، لا أعرفك لا أسلم عليك، تسليم يعني الخاصة. أن يصير السلام للمعرفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفشو التجارة، يعني انتشارها، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. فشو التجارة، انتشارها. التجارة هي السمة الغالبة للناس. الله أكبر. ولذلك التجارة قليل منهم من يكون تاجرا صدوقا. صحيح. لأن غير التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكان قديما يقال يأتي الغريب على البلد يسأل من أعامل. طبعا. عامل من شئت، ثم عامل من شئت إلا فلان وفلان، ثم لا تعامل إلا فلان وفلان. ثم هذا في زمن علي بن أبي طالب. هذا في زمن علي. نعم نعم، هكذا كان يقول أبو الحسن رضي الله عنه. فانظر إلى الآن، لا تعامل إلا فلان وفلان في سنة 36 هجرية. الآن لا تعامل أي شيء. نسأل لا تأتي هنا أصلا. نسأل بسلام. فشو التجارة، فشو التجارة في 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 العالم. وبعدين حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، نص الحديث. يعني لا، ده مش تعين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نصف القضية ونصفها الآخر، أن صارت المرأة نفسها تاجرة. هي تاجرة، وليس ليس في هذا حرج، ولكن بالمنطوق الشرعي. أين يعني امرأة عندها جمعية عمومية تجلس هكذا على الطاولة وترأس الاجتماع وتتناقش مع الرجال وكده؟ يعني مسألة قد يكون فيها شيء من العجب. صحيح. يعني قد يكون يعني فشوت هكذا. نعم. يعني سبحان الله، وشهادة الزور بقية نص الحديث. نعم. ما هو الحديث فضيلة الشيخ؟ ما هو إن بين يدي الساعة، إن نعم. بين يدي الساعة تسليم الخاصة. نعم. وفشو التجارة. وأن تعين المرأة زوجها على التجارة.
ونصر الحديث وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان الشهادة وظهور القلم. ظهور القلم اللي هو يعني الكتابات المشينة والقصاص الذين لا يتقون الله رب العالمين والروايات والروايات الخادعة والكلام العجيب. وذلك أنا أهيب بالإخوة المشاهدين ألا يضحك عليهم مسلسل من المسلسلات أنا رجال ونساء يكذبون عليهم 30 يوما. صحيح. دعونا نصدق معكم 30 يوما. صحيح. على الله. يعني على دعوة من حلقة الغد بمشاءة الله تبارك وتعالى سوف نتناول هذه الأشياء بالشرح والتحليل ونحاول إسقاطها على الواقع إذا كانت موجودة أم غير موجودة، حتى من يعمل بها يحاول أن يبرئ ساحته منها وأن يتوب إلى الله تبارك أو على الأقل نذير لنا جميعا لننتبه. يعني القضية كلها هي ومضات حتى يفيق العبد. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، على أمل اللقاء بفضيلتكم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى الساعة الرابعة والرابع إن شاء الله. بارك الله لك في عمرك ونفع به إن شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا